حينما كان تشارلز داروين لا يزال طالباً بكامبريدج، وفي أحد الأيام الصافية ذهب يتجول عالم الطبيعة المبتدئ في إحدى الحدائق، وعلى إحدى الأشجار وجد اثنتين من حشرة الخنفساء فالتقطهما بكلتا يديه، وفجأة ظهرت خنفساء ثالثة فقام بوضع واحدة من التي بيده بين شفتيه كي تبقى حية ويمسك بالثالثة كي يجري عليهم بعض الدراسات، وإذا بالخنفساء تطلق رذاذاً مباغتاً من سائل ساخن ومر الطعم داخل فمه. تلك كانت خنفساء البومباردي أو الخنفساء القاذفة، وهي واحدة من آلاف المخلوقات التي تستعمل مواد كيميائية سامة للدفاع عن نفسها على غرار الضفدع وقناديل البحر والسلمندر والثعابين وغيرهم، حيث تقوم بقذف السائل السام من الغدد الموجودة في بطنها. لكن السؤال، لماذا هذه المادة الكاوية ذات 100 درجة مئوية لا تؤذي الخنفساء نفسها؟ بل كيف يمكن لأي من الحيوانات السامة أن تنجو من السموم التي تفرزها بنفسها؟ الإجابة على ذلك التساؤل في نقطتين: الأولى تخزين هذه السموم بطريقة آمنة، وثانياً تطوير جسدها ليصبح مضاداً للسم. وبالنسبة للخنافس بومباردي فهي تتبع الطريقة الأولى، حيث تقوم بتخزين مكونات سمها في حجرتين منفصلتين، وعندما تشعر بالتهديد يفتح الصمام الموجود بين الحجرتين وتمتزج المواد في تفاعل كيميائي عنيف يقوم بإطلاق رذاذ مسبب للتآكل من الغدد، وتمر من خلال حجرة مقواة تعمل على حماية أنسجة الخنفساء الداخلية. نفس الحال بالنسبة لقناديل البحر، حيث تخزن سمها بطريقة آمنة في هياكل تشبه الرماح تسمى خلايا لاسعة، وأيضاً الثعابين السامة الآكلة للحم، حيث تخزن سمومها التي تتسبب بجلطات الدم في حجيرات متخصصة لها، وتخرج عبر مخرج واحد فقط من خلال الأنياب ثم إلى فريستها. تستخدم الثعابين أيضاً الاستراتيجية الثانية، مناعة بيوكيميائية ذاتية تصنع الأفاعي الجراثية وأنواع أخرى من الأفاعي السامة بروتينات خاصة ترتبط مع المكونات السمية في الدم وتبطل مفعولها، وفي الوقت ذاته طورت الضفادع السامة مناعتها ضد السموم التي تنتجها، ولكن من خلال آلية مختلفة تدافع هذه الحيوانات الصغيرة عن نفسها باستخدام مئات من المركبات ذات طعم مر تسمى قلويات، وهي تقوم بتجميعها من خلال التهامها مفصليات ذوات الأرجل الصغيرة كالعث والنمل. إحدى أقوى مركباتها القلوية هي المادة الكيميائية إبيباتيدين التي تندمج مع المستقبلات التي تستقبل مادة النيكوتين في الدماغ، ولكنها أقوى منها 10 مرات على الأقل. كمية أثقل بقليل من حبة السكر يمكنها أن تقتلك. إذن ما الذي يحمي الضفادع السامة من أن تسمم نفسها؟ تخيل الجزيء الذي تستهدفه المادة القلوية ذات السمية العصبية مثل القفل، والمادة القلوية نفسها كالمفتاح. عندما يدخل هذا المفتاح السمي إلى داخل القفل يطلق سلسلة من الإشارات الكهربائية والكيميائية التي يمكن أن تسبب الشلل وفقدان الوعي وفي نهاية المطاف الموت. ولكن إذا قمت بتغيير شكل القفل فإن المفتاح لن يدخل فيه. بالنسبة للضفادع السامة والكثير غيرها من الحيوانات ذات الدفاع السمي العصبي، فإن بعض التعديلات الجينية تغير تركيب موقع الاندماج مع المادة القلوية بما يكفي لمنع السموم العصبية من أن تحدث تأثيرها المضر. ولا تقتصر تلك القدرة في اكتساب المناعة ضد السموم على الحيوانات المطلقة للسم فحسب، بل هي بمقدور بعض من مفترسي تلك الحيوانات السامة، كما هو الحال بالنسبة لأفعى الرباط التي تتغذى على السلمندر في السمية العصبية، حيث طورت أفعى الرباط مناعة ضد سموم السلمندر من خلال بعض التغييرات الجينية ذاتها التي يستخدمها السلمندر نفسه. هذا يعني أن السلمندر السام كلما زادت درجة سميته كلما زادت احتمالية نجاته من الافتراس. المثير للاهتمام أن الجينات التي تحمل أعلى درجة مقاومة للسمية ستنتقل للأجيال التالية وبكميات كبيرة، وكلما زادت السمية تتزايد المقاومة كذلك،
في سباق تسلح جيني رباني ممتد منذ ملايين السنين. تطور جيني ممتد للعديد من المخلوقات الأخرى كالفئران الجنادب التي تتطور مناعتها ضد السموم المؤلمة للعقارب التي تفترسها من خلال إحداث تغييرات جينية في أجهزتها العصبية، وكذلك السحالي التي طورت من مناعتها لمقاومة لدغات النمل الحاصد السام وأصبحت تتغذى عليه منذ مئات السنين، ورخويات البحر التي تأكل الخلايا اللاسعة لقنديل البحر دون التأثر بمفعول السم بها، بل وتعيد استخدامه للدفاع عن نفسها مجدداً. في الأخير لا يسعنا قول سوى أن المملكة الحيوانية مليئة بالتفاصيل الدقيقة والمذهلة التي تؤكد لنا عظمة الله في خلقه وإعجازه الممتد من أكبر الكائنات حجماً وشأناً لأدقها.